هلو جايز، هلو في قصة جديدة. اجدك التعليقات غيقولوا لي اجدك الحب الكثير في التعليقات كاملين 700 وشي حاجة ولا الصرف ديال التعليقات كلهم حب في حب. كنبغيكم بزاف. عندنا قصة جديدة لهذه الليلة وغنبداوها. هاد النوع ديال القصص كينجح وهاد النوع ديال القصص عنده ناسو. هبط خلي ديك لايك. علاش لي ما ديروش بحال الفيديو اللي فات؟ تفرقع بلي لايك ديرو حتى في هذا بحالو. الناس اللي ما دايرينش ابوني فدير ابوني، خلي كومونتير، بارطاجي الفيديو مع صحابك العائلة. المهم هو الشين ديالنا طلع والسفينة ديالنا تبقى ديما غادية لقدام. حنا محاربين وغنبقاو محاربين ان شاء الله جميع. مراحل ما تنساهمش، دير الكيت، سير شي بلاصة مزيانة، تكالما مع روحك ويلا بينا. غنبدا لكم بقصتي. فاش قال لي الوالد كمل انت الغسيل هنايا حتى نجيب الكفن ونجي، قلت لي واخا الوالد. كملت المسيح وانا مركز على الوجه ديال الجثة اللي قدامي، وجه ديال شاب في العشرينات ما يعطيك حتى شي انطباع كيفاش يقدر يدير هكا. وانا مركز وسارح حتى سمعت الوالد قال لي ايه سالي جي. قلت لي اه، ولكن بغيت نسول سؤال، كيفاش مات هذا؟ واش انتحر كيف ما قالوا الناس؟ قال لي مراد احنا اتفقنا، خدمتنا احنا كنساعدوا الناس، كنساعدوا الاموات باش يرتاحوا، ولكن ما كنتكلموش عليهم كاع خصوصا الا كانوا قدامنا. قلت لي علاش؟ علاش لي ما ندويوش عليهم؟ هما راه مشاو صافي ماتوا، لقاو راحة الابديه، روح فاقات الجسد ديالهم، اش غيوقع الا دوينا عليهم شويه؟ قال لي واخا واخا. كمل شوفات في وجهه مراد، شوف مزيان، شوف هاد الجثة اللي ناعسة قدامك، لا هو لا غيره واش غينفعو الكلام إلا دوينا عليه دابا. خلي اللي مشى يمشي مراد، ما كاين حتى شي فاق لا دوينا عليه. قلت ليه من هاد الشي كامل ما عنده حتى شي معنى، علاش جالسين حنا كنديرو فيه؟ قال لي حيت الله أمرنا بهاد الشي، أمرنا باش نكرمو الموتى ديالنا، وهذا الشيء اللي احنا كنديرو. ولكن انت عيا اليوم سير خرج انا غنكمل. قلت لي واش كاين شي حاجه كتعيا اكثر من اننا كندخلوا الجثث والاموات للدار ديالنا؟ خليت الوالد ونتخرجت، مشيت غير تكيت باش الناس ناس فعلا. وصباح الحال الصباح نط باش نمشي للكليه، كليه العلوم. كملت جوج محاضرات اللي كانوا عندي وجلست انا وحسام صاحبي في البيفيت. حسام معايا في لافاك ولكن هو كيقرا اصول الدين. كنستافد منه بزاف حيت كيعجبني نقرا اي حاجه عندها علاقه في اصول الدين ونفهم الاديان ونشوف التفسيرات ديالها ونفكر فيها. شعل صاحبي واحد الكارو قلت ليه غيقول لي بغيت ينفهم، انت كتقرا الدين وعطي الدخان واش ما كتحشمش؟ قال لي اي 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 كدير بحال ما عمرك درتي شي حاجه، انت كتعطي الصاليه للشيشه نسيتي راسك. قلت لي نقول كلمه ترد عليا بعشرة صافي تكالما. قال لي انا بغيت غير نقول لك ان الله غفور رحيم وكاع الناس عندها الخطايا ديالها، ولا جات على خطيه بحال هادي في حياتي فماشي مشكل الا كانت غير هادي. قلت لي واخا، وعلاش انت خايف من خطيئه او جوج؟ واش حيت خايف من الموتى؟ ها انت قلتيها، الناس كلهم كيخطئوا، يعني ما كاينش شي واحد احسن من الاخر. علاش نفكروا في اللي بعد الموت وما نفكروش في الدنيا اللي حنا عايشينها هي الاولى؟ قال لي حيت حنا ما عايشينش في هذه الحياه غير بوحدنا. ونزيدك الدنيا راه فانيه عليا وعليك وعلى الناس كاملين، ولكن اللي جاي بعد منا غيبقى. قلت لي راك ما فاهم والو حسام. داز النهار عادي ورجعت للدار، تفكرت باللي راني ما ديتش معايا الساروت وخاص الوالد يحل ليا. دقيت في الباب، صونيت في السرسار، حتى حد ما جاوبني والو. شي ثلاثه المرات وانا كندق حتى شي واحد ما جاوبني، يمكن الوالد خارج ولا شي حاجه، ولكن هو ما كيخرجش في هاد الوقيته بالضبط، وعلاش غادي يخرج؟ وانا من نهار توفات الوالده ديالي وانا ما مخليش يدير شي حاجه، انا اللي كنتقدى كل شيء،
الا احتاجني كان غيتصل بيا. حنا كنا ساكنين في واحد الدار في السفلي وبوحدنا. مشيت للشارجم ديال الصالون بغيت نحل الجاج ولكن والو. اش هادشي؟ انا باليا قدامي رجلين في الارض، رجلين ديال بنادم ناعس في الارض. شي واحد طايح تما. با هذا با. رجعت بالزربه جبت واحد العود ديال الشجره كان طايح حدا الدار وضربت الجاج ديال الشارجم بالجهد حتى تهرس. نقص بالجهد ودخلت للدار. طحت بالجسد ديالي. نطت ومشيت كنجري لجهه الوالد وكان الوالد فعلا. بديت كنحرك فيه وكنقول له بابا فيق مالك اش واقع نوض نوض. عيطت على لومبيلونس وجاو الدواء دينا العنايه المركزه. الدكتور جا عندي وقال لي جاتو جلطه في المخ وهو دابا في غيبوبه ما عارفينش شنو المصير ديالو وما عارفينش امتى غادي يفيق. قلت لي واخا انا ندي كاع الكلينيك ولكن قال لي الطبيب كلينيك غيتزاد فيه غير المصاريف ما غينفعك بوالو. الحاله ديالو راه كدايره واخا تدي فين ما ديتي من الاحسن يبقى هنايا وما تخافش على نفس السبيطار امكانياته ما هادو كاينين الاجهزه وكاينين الادويه ما عندك لاش تخاف. قلت لي واخا. طمأنيت شويه ويقول لي ما بقى عندك ما دير هنا وليدي سير ترتاح باك دابا بين ايدي الله. وراه الزياره تمنوها حيت هو في حاله حرجه غير سير لداركم. رجعت لدارنا فعلا وما عارفش امتى رجعت ومنين دز وكيفاش دماغي مبلوكي غير كيفكر. كيجيو في بالي هضره وذكريات قالهم لي با بلي بعد ما توفات الوالده كان هو با امي. دابا ما بقيتش عارف الا مشى شنو غندير. ها شكون غيبقى ليا؟ ما يبقى عندي حتى شي واحد هو اللي عندي. مشيت تكيت باش الناس بزز عداني الناس. دخلت في واحد الحلمه في شكال وجه با وحده امي جالسين في واحد البيت. با جالس وحده الجثه ديال امي وجالس كيغسل فيها وعيني عامرين بالدموع. كينزلوا لي الدموع على جبهتها وكل شويه كيبوس لها جبهتها وكيقول لها خليتيني خليتيني. شويه شفتو جا لعندي وقال لي الا وقعت لي شي حاجه مراد خصك تمشي عند الشيخ سالم هو اللي غيتصرف في كل شيء. قلت ليه الله يطولك في العمر ابا ليش كتقول هكا؟ قال لي حتى شي حد ما ضامن شي حاجه. احنا بنادم عباره على ضعف كيجي ويمشي في اي لحظه. قلت لي الله يحفظك ويقول لي شيخ سالم صاحبي من الصغر هو غادي يرد لك البال ولو وقعت لي اي حاجه اول واحد تمشي لعندو تقولها لي هو. كيف ما انت عارف ما كاينش شي واحد بقى عندنا من عائلتنا كاع اللي كانوا عايشين منهم راه ماتوا والشيخ سالم اقرب ليا من امامك الله يرحمه. وعدني يا مراد وعدني دير بحال هكا وعدني. قلت لي كان وعدك يا بابا. وفقت من الناس. هاد الحلمه اللي شفت كانت ديك راه وقعات ديجا ليا مع الوالد من توفات الوالده وكان كيغسل فيها. دابا جاتني على شكل حلمه بحال فكرتني بشي حاجه. حليت عيني على التليفون كيصوني وكان حسام صاحبي. جاوبته قلت لي الو وي حسام. لا ما سمعتش التليفون كيصوني. قلت لي كاين قدام الباب انا غنحليك ودخل. نط مهلوك باقي عيان. حليت لي الباب ما شافني عنقني وقال لي واش انت بخير انت لاباس صاحبي. قلت لي مالك صاحبي علاش معنقني طلق مني. قال لي علاش ما كتجاوبش في تليفونك وعلاش ما جيتيش لافاك وما عارف عليك انا والو. انا حسام الخوت غنكونوا كنا اصدقاء من نهار تزادينا يمكن كان بحال خويا وديما بحال خويا. حنا بجوج ايتام الام هو يتيم با امه من صغرنا وحنا عندنا غير بعضياتنا. قلت لي اجي تجلس اجي تشرب شي حاجه. قال لي ويلي انت باغي تضيفني في داري؟ انا راك ديز من حدا الدار وبان لي الجاج ديال الصالون مهرس. كي داير باك؟ فين هو؟ ناس. قلت ليه الوالد ما بخيرش. قال لي كيفاش ما بخيرش؟ قلت ليه رجعت للدار لقيتو طايح في الارض ومقطوعه فيه النفس. انا كان يحسب ليا مات وما غنعتقوش ولكن الحمد لله اسعاف جات بالزربه. الوالد جاتو جلطه دماغيه. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا كي ولا
قلت لي دابا في كوما بين الحياة والموت، بار ما عندوش من غيري غير انا والله، ما عرف شنو غيوقع لي. حسام انا ما عرفتوش غيرجع ولا غيكمل تما. قال لي ما تقولش بحال هكا مراد، جمع راسك، ربي ان شاء الله غادي يردوا لك بخير، خلي امالك في الله. قلت ليه الله الله الله، اش دار الله مني مات ليا الوالده؟ ها اش دار؟ شنو دار دابا مني با بغى يموت؟ اش دار مني انا مقطع من شجره ولا مت غادي تمسح سميتنا كامله؟ شنو دار؟ شنو دار وانا ديما بوحدي يا حسام؟ قال لي انت غلطان مراد، جمع راسك غير مقلق وصافي صافي، ربي كبير والله عنده حكمه في اي حاجه دارها. قلت لي حكمه؟ حكمه واش انت متيق هادشي اللي كتقول؟ شوف حالتنا ها، كون معنا الله ما غنكونوش جالسين تنتباكاو بحال العيالات وما قادين نديرو والو. علاش هادشي؟ قال لي حيت انت بنادم وانا بنادم وكنا غنموتو. واش العلم خرج عليك؟ ها العلم خرج عليك؟ غادي تكفر بحال هكا زي راسك غلطان بزاف، انا وانت وكاع الناس غنمشيو عند الله ماشي بوحدنا. قلت لي هادشي اللي قلتي انت؟ باراه قالوا لي فايت ليه، قالوا لي فايت ليه، قالوا لي حسام قرب مني وحط يدو على كتفي وقال لي انا معاك صاحبي خويا انت صافي معاك ما تخافش والحمد لله. شوف ما يكون غير الخير ما تقلقش. قلت ليه حسام كان خصني نمشي لواحد البلاصه ومني كاين تانايا نمشي انا وياك بجوج. قال لي فين؟ قلت لي الوالد وصاني كتر من مره الا وقعت لي شي حاجه اي حاجه نمشي عند الشيخ سالم صاحبه نقولها ليه. قال لي الشيخ سالم؟ هاد الشيخ سالم راه معروف وعائله كبيره، منين كتعرفو نتايا؟ قلت لي كيعرفو الوالد. قال لي صاحبه خصنا نمشيو عنده حتى لواحد الدوار ساكن فيه. قال لي انا واجد، وجد راسك ونمشيو. فعلا هزيت حوايجي انا ويا اللي خاصين نوع، ركبنا في الطوموبيل ديال الوالد وتحركنا شدينا الطريق لذاك الدوار فين ساكن الشيخ صاحب الوالد. وصلنا لتمو وسولنا ونعتو لينا الدار، كانت فيلا كبيرة في ذاك الدوار. هبطو صونيت في السرسار وتحد محل شوية سمعت صوت ديال المرأة قالت لي شكون؟ قلت لها عافاك واش الشيخ سالم كاين؟ قالت لي الشيخ سالم كاين في الجامع اللي حدانا، انا ما قلتش نحل لك الباب وما كاينش هو. قلت لها واخا شكرا، شكرا بزاف. ورجعت لعند صاحبي حسام. قال لي عيب نبقاو نتسناو السيد هنايا، السيد في الجامع، يلا نمشيو حتى حنا للجامع. انا ما كانوش كيعجبوني الجوامع حيت كيفكروني بالجنازه ديال امي. قلت لي انت عارف بلي انا ما كيعجبوني الجوامع، كيفكروني في الجنازه ديال امي الله يرحمها. قال لي واش كاين شي حد تيقول هاد الهضره هادي؟ كاين شي حد ما كيعجبوه الجوامع؟ اش كتخربق؟ يلا مشينا للمسجد. فعلا حيدنا صبابطنا ودخلنا، كانوا شي ستة ولا خمسة مجموعين على واحد السيد لابس لبس عادي بحالنا، سروال وتريكو، تكون عنده ديك 60 سنة. مشينا جلسنا ورا دوك الناس بشوية، وسمعت واحد السيد من دوك الناس قال داك اللي وسطهم، سيد الشيخ أنا عارف بلي أنت كتفهم في هاد الحوايج هادو، راه فين ما نعس ساعتي ولا ثلاثة السوايع كنحلم أحلام خايبين بزاف غير الكوابيس سيد الشيخ. أنا شاك في مراتي دايرة ليا شي حاجة، مركب عليا شي جن ولا شي حاجة. قال لي الشيخ محمد اش كتخربق؟ انت كل نهار كتضرب 14 كاس ديال اتاي وكتشرب 3 ديال الكيسان ديال القهوة وكتسول راسك علاش ما كيجيكش الناس ولا نعستي كتحلم بالكوابيس؟ المشكل راه هو القهوة واتاي، غتموت راسك لما حيدتيش عليهم. نقص واحد السيد خو قال لي راه حتى انا السيد الشيخ. قال لي السيد الشيخ انت مالك؟ اش واقع لك؟ قال لي داك الاخر انا راه فين ما كنخطب ما كيسرش الله وما كنتزوجش، ما عرفتش مالي اش واقع، خفت لنكون شي وحده من دوك اللي خطبت الاولين دارت لي شي سحور، خصوصا البنت اللي خطبت الثانيه كانت مسمومه بزاف وشاك فيها تكون دارت لي شي حاجه، وراه كنفيق من الناس بحال واكل سلخه ديال العصا وظهري من التحت كيدورني. قال لي الشيخ ها المختار، سي المختار فاش كتخدم نتايا؟ قال لي داك المختار كنخدم في محل ديال النجاره وكنعاون واحد الجزار وكنخدم شيفور في نفس النهار. قال لي الشيخ ها انت قلتيها،
انت كتخدم 3 ديال الخدامي في 24 ساعه، راه حتى شي وحده ما غتبغي تزوج بك انت كاع ما مساليه، وراهم عارفينك شكون وفاش خدام، ونزيدك ظهرك اللي كيضرك راك كتضل خدام نهار كامل واقف وكتجري. خدم عقلك، انا عارفك باغي تزوج وباغي تجمع الفلوس كيف ما قديتي، ولكن راه خاص بنادم يخلي وقت لراسو لحياته والناس اللي ضايعين بيه، خاصك دوز معاهم وقت كتر، وخاصك دير شي حوايج تانيين من غير الخدمه. واش غتجلس تقلب على اللقمه وانت ما عندكش الوقت باش تاكلها؟ قال لي داك المختار، الله يبارك فيك شيخ سالم، الله يبارك فيك. وبداو كيدعوا معاه كاع دوك الرجال اللي تما، وانا نقول ليه السلام عليكم. شيخ سالم شاف فيا وقال لي عليكم السلام، وكل شي رد السلام ويقول لي تفضل اولدي اش عندك. نط من بلاصي ونوضت معايا حسام ومشينا جلسنا حداه. سلمت عليه وقلت ليه انا مراد، مراد الوالي. هنا الشيخ تبسم واحد الابتسامه طويله وقال لي اهلا 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 اهلا، اي على وليدي كبرتي. اي كي داير مراد؟ كبرتي بزاف. قلت لي الله يبارك فيك، هذا حسام تقدر تقول عليه باللي راه اخويا. ويقول لنا اهلا 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 بالحبايب جاو لعندي. كي داير ولدي حسام منور؟ قال لي حسام بنورك سيدي. قال لي متقاش تقول سيدي، دوي بلا رسميات. هنا قلت ليه سيد الشيخ انا غندوي معاك بلا رسميات، انا جاي لعندك بموضوع عنده علاقه بالاب ديالي. هنا الشيخ سالم حيد ديك الضحكه من على وجهه. عرفتو مني شي واحد كيتفكر شي حاجه مقلقاه وكيخنزر بلا سبب، داكشي اللي وقع. ويقول لي مالو ولدي مالو اش واقع؟ قلت لي جاتو جلطه في المخ ودابا راه في غيبوبه بين الحياه والموت. قال لي لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يشافيه. ودابا حالته ولدي كي ولات؟ قلت لي دويت مع السبيطار وقالوا لي استاجب العلاج ولكن الحاله ما مستقراش. قال لي نوض اوليدي نوض، بغيت نشوف. يلا يلا الله يستر الله يستر الله يستر. قلت لي راه ما عندنا ما نمشيو نشوفو، مانعين سيدي الزيارات حيت الحاله ديالو غير مستقره. وبصراحه الدكتور عنده الحق، الزياره باش غتفيد هو ما كاينش معانا. قال لي الشيخ ها يعني ما قدش نشوفو، ما نعرفش حتى نودعو. قلت لي والله انا ما قدرتش نشوفو، انا ولدو ما قدرتش، ما عرفتش ما خلاونيش. قال لي ونمشيو تما وغندخلو غندخلو صحه، انا راه الشيخ سالم يلا ما نقدرش نزور انا حسين خويا هو في هاد الحاله نوض. قال لي حسام سيد الشيخ نيت ما خاصين مشاكل، السيد مريض دابا الحاله ديالو حرجه، من الاحسن ما نزوروش حتى يولي بخير. هنا ود الاذان والشيخ قال لنا نوضو نصليو المغرب جماعه يلا. وقفنا في الصف من مورا الشيخ وصلينا. بعد ما سالينا طلب منا باش نمشيو معاه للفيلا ديالو، دخل هو الاول وحنا بقينا كنتسناو برا. شي دقيقه تقريبا رجع لعندنا قال لنا مرحبا دخلوا دخلوا. قلت لي سمح لينا السيد الشيخ الا جينا عندك بلا موعد. قال لي اسكت يا ولدي زيد يا ولدي عادي، واش نتوما بعدا باقيين ساكنين في نفس الدار اللي كنتو فيها؟ قلت لي اه. قال لي وسير يا ولدي جمع حوايجك اللي خاصينك كاملين، ومن غدا غتجي تجلس معايا هنا في الفيلا. قلت لي نجلس معاك السيد الشيخ الله يحفظك شكرا، ولكن ما نقدرش نجي. قال لي مراد اسمعوا ما تدويش، باك كيما وصاك عليا وخلاك تجي لعندي حتى لهنا هو راه وصاني عليك، وقال لي الا وقعت اي حاجه نرد لك البال وعيني يبقاو عليك. قلت لي راه يمكن كان قاصد هاد الهضره من امتى، مني كنت صغير سيد الشيخ، ولكن دابا انا كبير وعارف ننظم الامور ديال حياتي. قال لي راني قلت لك اسمعوا ما تدويش، غتمشي انت وصاحبك تجمعوا كل شيء وترجعوا لعندي 8 ديال الصباح نلقاكم حدا الباب ديال الدار ديالي، وما نسمعش منكم شي كلام اخر، غادي تجلسوا معايا. قلت ليه واخا، راه ما جاتش هنا في الفيلا، الفيلا فيها العيالات وحنايا رجال غراب نبقاو غاديين خطيبيطي، راه حشومه سيد الشيخ. بدا كيحك في لحيته وقال لي هذه هي الحجه اللي شفتي. واخا سيدي اعزل اي بيت، ها هو قدامنا واحد الفندق صغير كانوا كيجلسوا فيه السياح ملي كيجيو للفيلاج عندنا، غادي تمشي تجلس في احسن غرفه فيه، وما عندك السوق في الفلوس وداك الشيء، هاد الفندق راه ديالي، خد بيت لي كبير ليك انت وصاحبك،
بغيتي جوج ديال البيوت مفاصلين حتى هي ماشي مشكل، شوف اللي عجبك وانا تحت امرك. شفت انا وحسام في بعضياتنا وسكتنا. قلت ليه واخا سيد الشيخ انا موافق. قال لي على بركه الله نورتوا لينا هاد البلاصه كامله، نورت الدوار ومرحبا بكم. سلمنا عليه وناض عنقني وقال لي يلا كون راجل يا ولدي كون راجل، باك مازال محتاج ليك. قلت لي ما تقلقش عليا سيد الشيخ، قلبي ولف بحال هادشي الله يعاونك. السلام عليكم. قال لي عليكم السلام ورحمه الله، الله يعاونكم اولدي. خرجت انا وحسام ركبنا في الطوموبيل ورجعنا عاوتاني للدار. وصلت لدارو هي الاولى باش يوجد حوايجو حتى هو. رجعت انا عيان بزاف كثر من البارح، هاد السفر هلكني. قلت غنتكى شي سويعات قبل ما نسافر. دخلت للدار كليت شي حاجه وتكيت. بديت كنحلم عاوتاني نفس الحلمه، الوالد كيغسل الوالده وكيدوي معاها، كان كيبان ليا كيغسل فيها. قلت اش هادشي، ولكن ملي ركزت مزيان هادي ما كانتش امي. با كان كيغسل فواحد السيده وجهها كحل كامل ماشي امي، وكاينين شي خطوط حمرين على الجسد ديالها بحال محروقه بالعافيه. وكيدوي معاها با كيقول لها خليتيني خليتيني حبيبتي خليتيني. من بعد هو هز عيني وشاف فيا، عينيه بجوج كانوا حمرين بحال الدم. حرك يدو وشير عليا وقال لي وانا نفيق. فين انا؟ انا في دارنا. فقت من الناس من حلمة اللي كانت خايبه بزاف. فقت وانا نسمع الدقان على الباب ديال الدار، سمعت حسام كيعيط بسميتي. نط حليت ليه وفطرنا بجوج، هزينا حوايجنا وركبنا في الطوموبيل باش نمشيو لداك الدوار. تحركنا وانا كنفكر في ديك الحلمه الخايبه، علاش جاتني بحال هكاك؟ حاولت نتناساها ولكن والو. وصلنا لتما لداك الدوار، لقينا الشيخ سالم كيتسنى فينا. كي شافنا رحب بينا بزاف وقال لي جيتي في الوقت ديريكت، وانا راه كنحتارم الوقت بزاف وكنحتارم اللي كيحتارم الوقت بزاف. خدينا جوج ديال لي شومبر انا وحسام. الصراحه ما قلتش للشيخ علاش بغيت جوج ديال الشومبر بالضبط، ولكن انا راه ما نقدرش نصبر على الشخير ديال حسام صاحبي، كيشخور بالجهد ما نقدرش نعس معاه في شومبر واحد. وتتحس بداك الشخير ديال حسام طالع من قلبه لداخل بحال كيديرها بالعاني. منين شدينا لي شومبر استاذنت من الشيخ سالم باش ندخلوا الناس وحيت عيانين بزاف حيت السفر هلكنا. وافق وقال لي دخل ترتاح انت وصاحبك. ودار تم غادي واحد الوقيته هو وقف تلفت لعندي وقال لي ربعه قد قد راه غنصيفط لي فيقكم باش تجيو تغداو عندي، انا عارض عليكم في الفيلا غنكون نتسناكم. ومشى. دخلنا فعلا باش نناسو من العيا. ما عقلش باش حلمت حتى فقت على الصوت ديال الدقان في الباب. نط حليت الباب لقيت داك اللي خدام في الفندق في التحت قال لي الشيخ بغاكم للغدا. قلت ليه بلا ما فيق معاك صاحبي هو في الشومبر اللي حدايا بين ما بدلت. بدلت انا وحتى حسام وهبطنا بجوجنا باش نمشيو عند الشيخ الفيلا. دقينا فعلا ودخلنا ولقيناه جالس في الصالون كيتسنى فينا. ناض وقف وضحك كيف عادته بدا كيقول لنا اهلا 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 بكم عاوتاني، زيدوا مرحبا بكم منورين منورين. قلت ليه بنورك بنورك اش هاد الكرم كامل. طابلة كانت عامرة بالماكلة. قال لي ما تقولش بحال هكا هادي حاجة بسيطة وليدي، وليداتي جلسوا يلا جلس مراد. جلسنا ناكلو كلينا بزاف الصراحة حتى شبعنا. وتسنينا الشيخ يقول الحمد لله باش يدينا باش نغسلوا يدينا. وفعلا غسلنا ودانا لواحد المكتب ديالو نجلسوا فيه بما جاء اتاي باش نشربوه. منين دخلت لذاك المكتب ديالو استغربت بزاف، كاين واحد الطابله اللي من فوق واحد الحوض كبير بحال داك اللي كيكون فيه الحوت. الغريب انه ما كانش فيه الحوت، كانوا فيه الفاعي بزاف ديال الفاعي تما مسدود عليهم وسط الدجاج. قال لي الشيخ ما تخافش يا ولدي هاد الافاعي والتعابين راه ما سامينش ما فيهمش السم، أليفة التربية ديالهم راه هي هوايتي من إمتى
في ليسر كانت واحد المكتبه ديال الكتب كبيره بزاف عامره بالكتوبه. طليت على ديك الكتوبه وكنت متوقع انه الكتوبه غيكونوا عندهم علاقه بالدين والشريعه، ولكن كانت اكثريه الكتوبه عندها علاقه بعلم النفس وكتب طب تشريحي. باين هاد الشيخ قاري بزاف. قلت لي واش انت قريتي هاد المكتبه كامله سيد الشيخ؟ قال لي المفروض تسولني قريت هاد المكتبه شحال من مره. قلت لي مزيان مزيان، هادشي غيديني لسؤال واحد اخر، راه في بالي من نهار جيت عندك للجامع اول مره. قال لي يا وليدي سول. قلت ليه دوك الجوج اللي كانوا مع الناس اللي دايرين بيك وسولوك، اللي كانوا قالوا لك راه مدير لهم السحور حيت كيحسوا بشي حوايج وهذا؟ قال لي ايه. مالهم اولدي؟ قلت لي راني كنت متوقع انك ترد عليهم ردود بحال ديال الشيوخ وتنوض دير لي رقيه وصافي، ماشي بحال داكشي اللي درتي. قال لي للاسف هذا غلط كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، ولكن الحمد لله انا ربي زودني بالعلم والمعرفه اللي خلوني نفهم الحاله اللي قدامي بزاف. قلت ليه شكون قصدتي بالحاله؟ وزعما حاله مريض نفسي ولا جسدي ولا شنو؟ قال لي كندويك على اصحاب المس والسحر. قلت لي واش كتيق في هذا الكلام؟ قال لي علاش اللي ما نتيقش فيه؟ هذه راه حاجه خلقها الله وكاينه معانا. قلت لي وشنو غيتبت لي بلي راه كاينه؟ قال لي الجن والسحر ولدي. قلت لي مذكورين في القران. اللي دويج معاك يقول لي مذكورين في القران، واخا من بعد 1400 سنه ما كاينش دليل علمي وحقيقي واحد كيتبت وجود هاد الحوايج هادو، ولكن بالعكس العلم كاين فيه الوجود ديالهم بالاساس، وكاع الحالات المس واللبس كما كتقولوا هادو امراض نفسيه، والا استجبات العلاج الصح راه كتداوى وتبرى. قال لي يعني انت ما كتامنش بوجود الجن والشياطين؟ قلت لي الايمان من عدم وما غيفرق والو هنا. انا كنقول لك اعطيني دليل واحد على وجود الجن والشياطين والملائكه من غير الهضره اللي مكتوبه في كاع الديانات. ها ميمكنش نتيق، اعطيني الدليل غنتيق، من غير هادشي صعيب نتيق. قال لي واخا مراد، واخا ولدي. ايوا انت وحسام صاحبك غتجيو معايا لواحد المشوار، غنمشيو بطوموبيلتي نزورو شي ناس ظريفين بزاف، بيتهم ما بعيدش من هنا. قال لي حسام لينا الشرف اسيدي، حنا واجدين. قال لي وجد راسك مراد. قلت بيني وبين نفسي نوجد راسي انا لابسه وكل شيء، ليش غنوجد راسي؟ شربنا اتاي بواحد شويه وتحركنا فعلا. ركبنا في الطوموبيله ديالو كان طريق شي ثلث ساعه، وصلنا قدام واحد الدار اللي كانت كتبان بسيطه، بيت ديال عائله اللي صغيره. دق الشيخ سالم، دازو شي ثواني وتحل الباب. وقف واحد السيد سلم على الشيخ سالم وعنقو بالجهد وقال لي مرحبا. من بعد شاف فينا بجوجنا كنا واقفين من مورا الشيخ، قال لنا مرحبا بكم، مرحبا بضيوف الشيخ سالم. قال لي الشيخ سالم واش غنتعرفوا قدام الباب؟ ويحل داك السيد الباب وقال لنا دخلوا. ودخل بينا للصالون. الدار كانت مطربة وموسخة شوية. بين هاد السيد اللي سميتو جلال ما مزوش، عنده تقريبا شي 30 سنة. قال لنا مرحبا بكم، منورين. تفضلوا، منور الشيخ سالم، اش تشربوا؟ قال لي الشيخ سالم، والو وليدي، ما تعيش راسك. هذا مراد، تقدر تعتبره ولدي اللي ما ولدتوش. وهذا حسام صاحبه. حتى هو نفس الشكل. قال لنا مرحبا بكم بجوجكم. مرحبا بكم. قلت لي اهلا. هو يقول لي الشيخ سالم جلال انا جبتهم لهنا باش يتعرفوا عليك، انت انسان مزيان بزاف يا جلال. قال لي جلال الله يبارك فيك سيدي، الله يبارك فيك، هادشي كله من الكرم ديالك. قال لي الشيخ سالم وبغيتهم حتى يتعرفوا على داك اللي معاك، راني عارفه بلي راه كاين دابا قريب لينا وكاين معانا. قال لي جلال شي واحد اخر؟ واش كتقصد؟ شكون كتقصد؟ شكون؟ قال لي الشيخ سالم راك عارفه مزيان جلال، داك اللي منكد عليك حياتك ومقرفك في عيشتك. قال لي جلال بلا ما تجبدوا الشيخ سالم بلاش. جلال اللي كان كيضحك ومبتسم من اللقطه اللي شافنا، دابا وجهو عاق ويديه عرقو وكيترعد في بلاصتو. قال لي الشيخ سالم شحال المده وانت معاشرو؟ عام تقريبا ياك؟ كيدوي معاك؟ كيدوي معاك يا جلال، كيقول لك على شي حوايج ديرها؟ قول لي يا وليدي اش كيقول لك؟ هو يقول للشيخ سالم كيقول لي نقتل راسي. ويقول لي الشيخ سالم واللي كيقول لك تقتل راسك شنو سميتو؟ جلال حيد يدي على راسه
وهز راسو الفوق بحال مصدوم ويقول الشيخ سالم سميتو ما عرفتش شنو سميتو ما عرفش. هنا داك جلال بدا كيترعد في بلاصتو وتزنك ويقول لي الشيخ سالم قول لي يا جلال شنو سميتو خليني نهنك من داكشي اللي انت فيه. قال لي جلال سميتو قال لي الشيخ سالم سميتو قال لي جلال سميتو وبدي غوت جلال. الشيخ سالم شاف حسام وقال لها قرا المعوذتين ولدي بصوت مرتفع. بدا حسام كيقرا في القران بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. حسام كيقرا والغوات ديال جلال كيتزاد. جلال عينيه ولاو بيضين وهز راسو للفوق بقى كيقرا حسام حتى سالا. الشيخ قال لحسام صافي حبس بلا ما تزيد. جلال هنا عينيه رجعوا كيف ما كانوا وترسمت على وجهه واحد الابتسامه عاوتاني ولكن ما كانتش بحال الابتسامه ديال قبيله. كتحس باللي راه ديال شي واحد اخر ماشي هو. وحنا نسمعوه قال منور الشيخ سالم منور. قال لي الشيخ سالم على سلامتك شنو سميتك؟ قال لي جلال هادشي مزيان الشيخ سالم بغيتيني نقول لك سميتي باش تطردني من الجسم ديالو راني كنعرفك مزيان وانت انت عارفني. ويقول لي الشيخ سالم ها انت قلتيها كنعرفك مزيان ماشي عيب بعد هاد السنين كاملين اللي كتعرفني كتعرف فيه حتى سميتي سنين كامله وما نعرفش انا سميتك راه ماشي اصول هادو. قول لي سميتك وشوف قول لي سميتك. قال لي داك الصوت اللي خارج من جلال انا ما عارفش غير سميتك انا عارفك شنو انت وعارف عليك كل شيء. هنا جلال دور وجهه لجهتي وقال مراد الوالي اهلا 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 شرفتي الزوين. قلت ليه انت عرفتي سميتي وكنيتي منين؟ قال لي عرفت سميتك وكنيتك انا راني عارف بزاف ديال الحوايج من غير سميتك. ياك با كاين في السبيطار؟ قلت ليه قال لي خلينا من باك دابا خلينا فيك انت دابا نشوفك انت دابا واش انت ما مامنش بيا؟ قلت لي ما مامنش بيك؟ مامن بيك شنو كتعني؟ قال لي شيخ سالم واش انت ما عرفتيهمش عليا قبل ما تجيبهم من عندي؟ قال لي الشيخ سالم اش بغيتي من عند جلال؟ سكنتي في الجسد ديالو علاش؟ قال لي الصوت اللي خارج من جلال كلعب انا كلعب. وكلعب من امتى؟ من امتى الشيخ سالم؟ شوف انا شحال من حاجه عارف عليك. قال لي الشيخ سالم بلا ما تهرب من الهضره والسؤال بهضرتك الكثيره جاوبني شنو سميتك؟ وقول لي على جلال خديتي الجسد ديالو علاش؟ قال لي داك الصوت ديال الجني عجبني الجسد ديالو غير عجبني. قال لي الشيخ سالم علاش خديتي الجسد ديالو يا ولد الكلبه؟ قال لي داك الصوت اللي في جلال باش نلعب واش باغي تعرف السير ديال اللعبه؟ نقولوا ليك ولكن قرب لعندي. ولقيت الشيخ سالم بدا كيقرب لي فعلا ويقول زيد قرب زيد. قرب لي الشيخ سالم اللي شاف فيا واحد اللقطه وحركت راسي برفض باش ما يقربش الجلال. منين قرب ليه الشيخ سالم سمعنا داك اللي في جلال قال ليه خديت الجسم ديالو باش نصليك الشيخ سالم. هنا جلال طلع على الكتف ديال الشيخ سالم شدو بدا كيعض فيه بالجهد والشيخ سالم كيغوت بالجهد. نط من بلاصتي ومشيت كنجري انا وحسام كنجرو فيه ولكن والو. عينا ما نجروش الشيخ سالم كيقاوم ولكن والو. حسام مشى كيجري باش يضرب جلال والو. حسام صحيح بزاف منين قرب لجلال جلال ضربو ضربه وحده لاحو. بقيت انا مصدوم ضربو برجلو حتى طيحو وضرب الشيخ سالم بيدو اليمين يطيحو حتى هو وانا اللي بقيت واقف بوحدي قدامو ما عارفش حتى نتحرك شنو ندير. انا ما مستوعبش القوه ديالو المفرطه منين جات. جال عندي وشدني من حوايجي وشير بيا بعيد حتى حسيت براسي بحال طرت
وطحت في الارض وسط الصالون. ولقيت جلال جاي لجهتي وكيقول يا مراد اش كيجي فيا يا الكافر انت كافر. كنت ما قادش ندوينا وما قادش نتحرك. الجسد ديالي بحال تهرست. قال يا كافر بكل شيء ها ومشكاك في كل شيء في الدنيا. غيجي الوقت وغنخليك تامن بيا مني غنولي وسط منك في بلاصه الحمار اللي انا وسطو دابا. غناخذك انت مراد غناخذك حتى انت باش تصدق هادشي كامل. هنا حسام بليا كيجري لجيتو كيغوت ورفعو من التحت وضربو مع الحيط ويزيرو ويقول لي حسام ضربتيني انا هانيه ولكن تمد يدك على صاحبي مراد ما ندوزهاش ليك والله لا بقات فيك. هنا جلال جاوب حسام وقال ليه وقيلا نسيتي اش درتي في صاحبك من يمتى. حسام مصبرش ويشدو بحال شي مصارع وهزو خبطو مع الارض. لاهو بعيد طاح فوق واحد الطابله حتى هرسها. تبعو حسام كيجري ومعصب وحنا نسمعو الشيخ قال ليه حسام ولدي بلاش الله يجعل البركه بركه ولدي خلي لي انا الباقي. وناض الشيخ سالم وشاف جلال اللي كان طايح في الارض وكان مبتسم. والشيخ سالم كيقول ليه الصفات صفا فالزاجرات زجرا فالثاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. جلال بدا الجسد ديالو كيتلوى في الأرض بحال شي تعبان. والشيخ سالم قال ليه رب السماوات والأرض ومن بينهما ورب المشارق وحفظا من كل شيطان مارد. جلال هنا بقى كيتلوى بزاف والصوت ديالو تبدل ولا وش لا أصوات كيخرجوا منه وكيغوت. والشيخ سالم كمل في داكشي اللي كيدير. جلال هنا الجسد ديالو مبقاش كيتلوى ولا بحال كيتهرس. ظهرو كيتقلب الله والغوات ديالو العذاب ديالو مكنتش تحتاملو ولا سمعتيه. الشيخ تحرك لجهتو هو كيقول بسم الله وبحق الرحمن الرحيم اخرج منه اخرج من الجسد ديالو هذاك اللاعين بامر الله تعالى خرج من الجسد ديالو خرج باسم الله خرج باسم الله خرج. هنا تكالم الوضع. جلال الناس على ظهرو والجسد ديالو ساكن بلا ما يتحرك. والشيخ سالم سكت بحال كان عارف بلي كلشي سالة ويشوف فينا وقال حسام حسام. هز جلال وجلسو فوق من الكرسي. حسام كان كيشوف جلال وباقي معصب وتقريبا ما سمعش الهضرة ديال الشيخ ويقول للشيخ فيق معايا ولدي. هز جلال وجلسو فوق الكرسي يلا. قال لي حسام واخا واخا ومشيت انا بالزربة شديت في الشيخ سالم حيت كان بحال بيضيع. جلسو فوق واحد الفوطو تما وحسام جلس جلال في الكرسي. هنا جلال بدا راسو كيتحرك وعيني كيتحلو وكيدير واحد الصوت ديال الالم ويشوف الشيخ وقال لي الشيخ سالم اش واقع. قال لي الشيخ سالم على سلامتك يا ولدي. قال لي جلال اش وقع الشيخ سالم. قال لي الشيخ سالم كل خير يا ولدي ان شاء الله كل خير ان شاء الله. جلال هنا بدا كيقلب في الجسد ديالو اللي كيضرو بزاف وقالها للشيخ وقال لي الشيخ معليش يا ولدي غترتاح شحال من نهار تولي بخير ولا حسيتي بشي هرس ولا شي حاجه انا نديك دابا للمستشفى. قال لي جلال لا لا ما كاينش الهرس بحال شي واحد ضربني شي سلخه وصافي. قال لي الشيخ معليش يا ولدي ارتاح انت وخلي بالك من راسك. قال لي جلال كي غندير تنرتاح اسيد الشيخ كي غنرتاح وهذاك باقي معايا وهذاك ديما لاصق فيا. قال لي الشيخ ما تخافش يا ولدي داك اللي كان معاك مشى في حاله وما غيرجعش ليك عاود تاني. قال لي جلال واش كدوي بصح واش ما بقيش غنشوفو عاود تاني ما غنبقاش نشوفو ولا نسمعو ها بصح بصح. قال لي الشيخ ان شاء الله ولدي ان شاء الله ولدي. الشيخ سالم ناض من بلاصتو وسلم على جلال اللي ناض من بلاصتو حتى هو وقال لينا جلال شكرا مراد شكرا حسام. قال لي حسام ما تشكرنا على والو رد البال لراسك جلال. دارنا وخرجنا من الدار. جلال بدا كيعيط على الشيخ سالم وتلفت عنده الشيخ سالم ويقول لي جلال علاش كيوقع معايا بحال هكا. قال لي الشيخ سالم ما تخافش يا ولدي وامن بالله. خرجنا من الدار وكبنا في الطوموبيل ومشينا. رجعنا مع ديك 12 ديال الليل كنا عيانين بزاف حتى حد ما كان بغي يسول. الشيخ سالم وصلنا حتى للفندق فين جالسين وقال الفندق حدا الفيلا كان ممكن يحطنا حدا الفيلا ونتمشاو على رجلينا حتى للفندق. قال لينا انا عارف داكشي اللي شفتو اليوم كثير عليكم الاولاد نتمنى تسمحوا ليا. قال لي حسام ما تقولش بحال هكا سيدي الشيخ حنا معاك سيدي.
قال لي سيد الشيخ الله يبارك فيك ولدي ويشوف فيا. قال لي مراد بعد هادشي اللي شفتي اليوم واش باقي ما مصدقش؟ قلت ليه شيخ سالم. قال لي ماشي دابا، ما تجاوبنيش دابا، فكر وسير ترتاح مع راسك وغدا ان شاء الله نتلاقاو على الفطور عندي في الفيلا. قال لي حسام والله سيد الشيخ الا بديت كنحس بلي الفيلا هي الفندق فين جالسين. ضحك الشيخ وقال لي يلا نتسناكم غدا على الفطور، تصبحوا على خير الاولاد. ركب الشيخ في طوموبيلته وزاد في حاله، طلعنا حنا للشومبر ديالنا كل واحد دخل ديالو باش نعسو. فقنا الصباح ومشينا للفيلا، لقينا الشيخ كيتسنانا كان كيدوي في التليفون. سمعتو قال ايه هادشي وقع اليوم ياك؟ كنا حنا كنشوفو في بعضياتنا وساكتين، ويقول لي الشيخ واخا واخا انا غنجي لكم دابا دابا غنجي، ويشوف فينا بعد مقطع التليفون وقال لنا معليش الدراري ما غنفطروش دابا، غنبقاو صايمين حتى نقضي واحد الغرض، يلا نوض يلا. ومشينا ركبنا في الطوموبيل ديال الشيخ سالم اللي كان بين فيه بلي زربان بزاف، فما سولناش حنا فين غادين. وصلنا لحدا واحد الدار ويدق الشيخ فيها، حلت واحد السيده شافت فيه وقالت ليه اهلا اهلا بسيد الشيخ. مرحبا بك الشيخ سالم، شكرا بزاف حيت جيتي اليوم، تفضل تفضلوا كاملين مرحبا بكم. قال لها الشيخ الله يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا للدار، كانت دار صغيرة وبسيطة ولكن نقية وزوينة بزاف. قالت لينا ديك السيدة اش بغيت تشربوا؟ اش بغيت تشرب يا الشيخ سالم؟ قال لها الشيخ سالم ما بغينا والو ابنيتي، غير ارتاحي ارتاحي. قالت لي لا خاصكم تشربوا شي حاجة، جيتوا لعندنا أول مرة وما نخدمكمش. قال لها الشيخ واخا منين بحالك كتجيب لنا شي كاس ديال اتاي نشربوا اتاي. قالت لي خمسة دقائق ويكون واجد. مشات هي للكوزينه وبان لينا حنا واحد الدري صغير عنده تقريبا شي 10 سنين دخل عندنا للصالون، شافوا الشيخ وقال ليه اهلا 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 وليدي زين هاجي 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 جلس حدا عمك سالم. وجدك زين سلم على الشيخ سالم وجلس في الكرسي اللي حداه. قال لي الشيخ سالم قول يا وليدي كي داير لاباس وشنو درتي في المدرسه ديالك؟ قال لي الدري الصغير اللي سميتو سالم الحمد لله عمو عندي الرابع هاد العام هذا. قال لي الشيخ سالم ما شاء الله عليك يا وليدي ما شاء الله، قول يا وليدي مني ماماك ما كايناش هنايا قول لي واش كتمشي للمدرسه نيت ولا كتغيب؟ كتقرا مزيان ولا كتمشي تلعب البلاي مع صحابك؟ قال لي زين الدري الصغير كنمشي يوميا عمي ما تخافش كنمشي ديما الا نهار الحد حيت ما كنقراوش. قال لي الشيخ الله يحجبك وليدي الله يحجبك، اجي يا وليدي اجي اغلي يا راسك نقرا عليك شويه القران نرقيك باش ربي يوفقك وتنجح مزيان في حياتك وتجيب نقطه زوينه. هنا الدري الصغير زين هز راسه بالموافقه، حط الشيخ يدو عليه وبدا كيقرا وقال ليها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الولد كان زاكي تحت من ايد الشيخ، الشيخ اللي حاط يدو على راس الولد ومزيرو مزيان وكان كيقرا بالجهد. هنا الولد الصغير قال للشيخ بركه بركه عمي بركه. الشيخ سالم حيد ليه يدو على راسه وحطها لي فوق كتفه وقال ليها قول يا زين وانا كنرقيك شنو كان كيقول ليك؟ قال لي زين شكون هذا؟ قال لي الشيخ داك اللي كيجيك في الحلمه. مو قالت لي بلي كيجي لك في الحلمه داك اللي كيخلعك وكيأهديك شكون هو هذا؟ قال لي زين ولكن هو راه قال لي ما ندوي مع حتى شي واحد عليه ويلا قلت لك عليه غادي أهديني كثر. قال لي الشيخ اش كان كيقول لك وليدي ملي كنت كنرقي فيك كان كيقول لك ما تخافش ما تخافش الهضره غادي تبقى بيناتنا، انت خاصك تقول لي باش نعاونك ونخليه ما يبقاش يأذيك. قال لي زين قال لي نسكتك قال لي نسكتك ولا؟ قال لي الشيخ ولا شنو؟ قال لي زين ولا غيأذي لي ماما؟ قال لي الشيخ غيأذي لك ماماك؟ قال لي زين اه
وانا مبغيتش هاد الشي. من نهار بابا مات وامي هي كل شي في حياتي، ما بغيتوش يأدي عمي. قال لي الشيخة تشي واحد ما غيأدي ماماك وليدي، تشي واحد ولا غيأديك انت، ولكن خاصك تقول لي وشفتي شكله ولا لا. قال لي زين شفت شكله. شفته. قال لي الشيخة وشكله كي داير؟ كي داير شكله؟ قال لي زين بغل بغل كحل وكبير وطويل، وعيني بجوجهم حمرين كيخلع بزاف. وبدا هنا الزين كيبكي. البغل الا جينا نفسرو البغل شناهو، فهو الهاجين بين الحمار والعود ولا الحصان، وهذا هو الحيوان اللي كيقول زين باللي راه شافو. قال لي الشيخ سالم ما تبكيش يا وليدي، ما تبكيش ما تبكيش، وخليك قوي راك راجل. هنا دخلت موت زين عندنا، كانت ما بتسمش كيف ما كانت، حطت اتاي قدام كل واحد فينا وقالت لزين وريها زين داكشي، حيد تريكوك وري شنو فيك. سمع زين الهضره ديال مو حيد تريكو. اش هادشي؟ صدمت. كانوا في الولد علامات ديال الحرق من الدرجه الثالثه في الجسد ديالو. المشكل انو هاد العلامات على شكل حوافر ديك رجل ديال العود، هكاك داير الشكل ديالهم في ظهرو في جنابو كلهم طليبيهم، يا حوافر ديال العود ولا ديال بغل. قال لي الشيخ سالم قول لي هو اللي داير لك هادشي. زين زين حرك راسو بموافقه. قال لي الشيخ وميمكنش ماما اللي تكون دارت لك هادشي يا وليدي. زين شاف فمو عاود تاني وشاف في الشيخ وحرك راسو برفض. الشيخ شاف فمو زين وقال لي وانتي درتي لي هادشي؟ قالت لي لا. قال لها غير قولي انت اللي درتي لي هادشي، علاش درتي لي هادشي؟ قالت لي لا الشيخ والله ما درت لي هادشي. قال لها الشيخ متاكده ماشي انت اللي حركتي الجسم ديال ولدك؟ قالت لي لا لا هذا راه ولدي، هذا راه عز عليا بزاف ما نقدرش. الشيخ سالم خدا نفس وقال واخا واخا. شاف الدري الصغير وقال ليه زين اوليدي ما تخافش اوليدي ما تخافش، هادي غير لعبة كانت بيني وبين ماماك، غير كنضحكو صافي. يلا اوليدي سير جيب لي المخدة ديالك اللي كتنعس عليها، المخدة كتحط عليها راسك بالزربة. مشى زين كيجري البيت ديالو، شوية خرج وهز المخدة ديالو عطاها للشيخ، شدها الشيخ في يديه وبدا كيقلب فيها. شاف فيه حسام صاحبي وقال ليه شيخ سالم واش انت غادي ترقي المخدة ولا شنو؟ قال لي الشيخ شش غير اسكت. بدا كيقول يا معشر الجن اناشدكم بالعهد الذي اخذه عليكم سليمان بن داود، الا تظهروا لنا ولا تؤذونا. يا معشر الجن اناشدكم بالعهد الذي اخذه عليكم سليمان بن داود، الا تظهروا لنا ولا تؤذونا. احرج عليكم بالله وباليوم الاخر الا تظهروا لنا ولا تؤذونا. احرج عليكم بالله وباليوم الاخر الا تظهروا لنا ولا تؤذونا. هنا الشيخ سالم سد عينيه وخشى يدو وسط من المخده وبدا كيقول بسم الله بسم الله لا تؤذيه، بسم الله ولا تؤذي اهل البيت ديالو، بسم الله انت الان تحت حكم كلمه الله، بسم الله اخرج، بسم الله اخرج، بسم الله اخرج. هنا الشيخ خارج يدو بالزربه من وسط من المخده، المشكل كانت فيها حنش تعبان كحل صغير وكحل، شادو الشيخ من راسو. الشيخ سالم بدا كيحرك في يدو اللي فيها اللفعه ولا الحنش وكيوريها لموت زين وكيوريها لزين وقال لهم ها هذا هو الشيطان، ها قولي يا لالا الفرع اللي عندكم خدام. قلت لي خدام سيدي. قال لي هديني ليه. وقف الشيخ سالم ومشى مع مود زين الكوزينه. الكوزينه كانت اونفاس معانا، وكنشوف ظهر الشيخ اللي حل الفران ولا تعبان وسط منه بعد ما شعل فيه العافيه وسد عليه، وبقى كيقرا في البسمله والمعوذتين وهو قدام الفران، والفران شعل فيه العافيه. قال لموت الولد الصغير واحد ثلاثه ديال الدقائق وطفيه، ويقول للدري الصغير اهو زين اهو الشيطان تحرق وما بقاش غيرجع لعندك، ما تخافش اوليدي. زين كان واقف وما كيدويش وشاد في الجلابه ديال امه باش تقرب لعندو، قربات لعندو قال لها شي حاجه في ودنها وهو كيشوف فيا انا ما سمعتوش شنو قال،
وسمعت امو قالت ليه ما تقولش بحال هكا حشومه حتى شي واحد ما غادي يموت. الشيخ دوا وقال لهم لا لا حنا غنمشيو. وقفنا حنا كاملين من مور الشيخ. قالت ليه بالزربة سيد الشيخ قصوا شربوا اتاي ولا تغداو. قال لها معليش. من بعد شاف الدري الصغير وقال ليه زين رد البال لماماك يا حبيبي. قال ليه زين كون هاني سيد الشيخ. قال لي الشيخ الله يحجبك وليدي. يلا الله يعاونكم الله يعاونكم. وخرجنا وركبنا في الطوموبيل ديال الشيخ ورجعنا للفيلا ديالو. جلسنا في المكتب ديالو بعد ما فطرنا مع بعضياتنا. ويقول لنا الشيخ الحمد لله على سلامتنا الوليدات. غنعاود نشكركم حيت نتوما معايا. بغيت تعرفوا الصراحه من اول مره شفتكم حسيت بحال وليداتي. انا ما عندي غير بنيه صغيره وباقه صغيره. حسيت بكم وليداتي ديال بصح. حسيت بكم واقفين في جنبي وكتساعدوني حيت حتى انا راني شرفت وكبرت في العمر. قال لي حسام صاحبي ما تقولش هكا سيد الشيخ الله يطول في العمر. حنا معاك. حتى انا حسيت بلي انت بحال الوالد. من نهار شفتك حسيت بك بحال الاب ديالي. اصلا انا ما عنديش الاب ديالي وما عنديش حتى الام. قال لي الشيخ انت ولدي واي حاجه تحتاجها حسام قولها لي وغتلقاني معاك. هنا الشيخ شاف فيا وقال لي انت مراد ما محتاج لوالو. قلت ليه سيدي انت كتقول بلي حنا بحال وليداتك يعني نقدر ندوي براحتي ياك. قال لي يا وليدي دوي قول شنو كاين سول اللي بغيتي. قلت ليه انا ما عجبنيش هادشي اللي درتي مع الدري الصغير بالضبط. كيفاش تقدر دير هكاك؟ قال لي اش درت يا وليدي اش درت؟ قلت لي ديك الحركه ديال هذاك الحنش اللي طلعتيه من وسط من المخده راه ما منطقياش كاع. ومنين فكرت بزاف وقلت كيفاش فلتت ليا هادي. انت عندك حوض عامر بالفاعي كتربيهم. قال لي شنو كتقصد يا ولدي؟ قلت ليه كنقصد بلي داكشي اللي وقع غلط. انت قنعتي الدري الصغير باللي كان لابسو جن ولا شيطان ولا شي حاجه. واخا داكشي اللي درتي انت غير درتي ديك الحركه ديال الحنش. انت بحال درتي ليه بلاسيبو. بلاسيبو هو العلاج الوهمي بحال حيدتي منه شي حاجه هي اصلا ما فيهش. بحال عطيتي مثلا دواء ديال البرد وقلتي ليه هذا غادي يعالج ليك المعده اللي كضرك. هو تقولب وتيقك وحس براسو بلي راه تشافى. ولكن العيب في هادشي كامل انك هادشي استعملتي على دري صغير وربيتي فيه المعتقدات ديالك اللي انت باغي توصلها ليه. راه خدعه هادي حشومه. قال لي عيب وليدي عيب وليدي عيب عيب. ماشي غير حيت كتفكر فيا بهالطريقه هادي ولكن حيت كتفكر في حياتك كامله بهذا الشكل. نفترضوا بلي كلامك صح واخا هو ماشي صح. اش غيقلقك الا انا استخدمت كاع البلاسيبو اللي هو طريقه علميه ناجحه والعلم صادق عليها وانت فايت اللي قريتيها وانت متيقها حيت كتيق في العلم. حل دماغك يا وليدي. انت كتامن بالعلم وصافي. العلم راه ديما كيتبدل يا ولدي كيتطور وكيتغير وكتبدلوا فيه القوانين واكتشافات اللي فيه. ولما الوقت كيدوز العلم كيزيد يتبدل كتر وكتر. انت كتآمن بالمتغير ولدي ولكن انا كنآمن بالثابت اللي ما كيتغيرش. ثابت واللي ما عمره غيتغير. ثابت اللي انت ما بغيتيش تقرب منه ولا تعرفه مزيان. قلت لي شنو الفرق عندك انت الا كنت كنآمن انا باي حاجه. وانت دابا راك ما جاوبتيش على هضرتي. الدري اللي انت يقنعتي بدوك الخرافات غادي يكبر وغيتيقها ومني غتوقع عليه شي مشكل ولا خنقه ولا ضيقه ولا شي تعب غادي يقول لك بلي داك العفريت ولا الجن ولا الشيطان رجع لي عاود ثاني. انت دابا راك بحال قلتي كتربي جيل ضعيف بزاف وكيامن بزاف بدوك الكائنات وفي الموقعات لي شي حاجه غيبان لي بلي الجنون هما اللي داروها ليه. وهادشي راه ما صحيحش. قال لي يا الشيخ واخا نفترض معاك بلي انا بصح درت هادشي اللي قلتي وافترض معايا انت واحد الحاجه. افترض معايا بلي كلامي صحيح. سول راسك علاش خايف تقتنع؟ علاش خايف تقتنع بهذا الشيء؟ وعلاش خايف تامن؟ قلت لي خايف نامن بهذا الشيء انايا. على اساس هذا الشيء اللي شفته معاك نتايا غير خليني امن. قول لي باش غنامن؟ نامن بجلال اللي ديتينا عنده في الاول اللي باينه فيه من شخصيته وانه ساكن غير بوحدو انه معذب بزاف وما عنده فلوس وحالته صعيبه يعني الحاله النفسيه ديالو تدمرات
وبانت عنده شخصية تانية اللي عدوانية. قال لي الشيخ وصوته اللي تبدل ودوك الحوايج اللي قال عليك. قلت ليه المريض بالسكيزوفرينيا ممكن يبدل صوته بشكل عادي جدا، وكاين ابحاث كثيرة كتقول باللي المرضى ديال السكيزوفرينيا كيكتسبوا واحد النوع ديال الطاقة خارجية وما طبيعياش. قال لي الشيخ يا سلام، يعني انت منين الدين قال لك كاينه شي حاجه غير طبيعيه ما تيقتيش. وبحث علمي من عند الناس تيقتيه. ها قلت لي هذا دابا هو الاسلوب ديالك، الاسلوب ديالكم كاملين كيتشابه. كل ما نقول لك شي حاجه تهاجمني بالدين، واخا الدين انت براسك ما درتيش داكشي اللي كيقول، بحال داكشي اللي درتي مع الدري الصغير زين. هنا هو يغوت وقال لحسام صاحبي، حسام. قال لي حسام نعم سيدي نعم. قال لي الشيخ خذ صاحبك وسيروا الفندق، ما بقيتش باغي نسمع منكم شي هضره اخرى. قال لي حسام واخا سيدي واخا احنا نمشيو. هنا حسام حط يده عليا وقال لي يلا 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 مراد. بقيت واقف وكنشوف الشيخ عيني في عينيه هو مخنزر وحيد عيني عليا. دورت وجهي وبعدت يد حسام عليا وخرجت انا وياه من الفيلا. رجعت للشومبر في الفندق معصب بزاف وكنفكر ديال بصح نهز حوايجي ونرجع في حالي لدارنا، ما عندي ما نبقى ندير هنايا. انا اصلا جابني لهنا من الاول. الله يسمح لك بابا، من العصاب وهادشي كامل تكيت باش الناس، حتى داني الناس في ناس يحلمت عاوتاني نفس الحلمه. الوالد كيغسل وكيقول نفس الهضره للوالده، غتخليني واش غتخليني يا حبيبتي با هذا في الحلمه عاوتاني. واحد اللقطه شاف فيا عيني كانوا حمرين وكلهم شر، هز يدو لجيتي وبدا كيغوت. الوقت اللي غوت حسيت بالجسد ديالي في الحلمه كيتشد كيتجار لجيته بحال غادي لجيته. كنحاول نقاوم ولكن ما عرفتش شنو هادشي اللي جارني اصلا، ما قادرش نقاوم. حتى وصلت لعند با في الحلمه، يدو تمدات وقجاتني كتخنقني بالجهد، كتخنق فيا بالجهد. وقال لي واحد الصوت غليظ، انت اللي جيتي لعندي، انت اللي جيتي لعندي. يدو بقات كتزير عليا كثر وكثر، وانا كنت كنتخنق كنموت وكنسمعو كيقول يا تعال مراد، اجي يا مراد. كانت قج ديال بصح صافي بغيت نموت، حسيت بالنفس غتقطع. هنا فقت من الناس عرقان ومخلوع، وقفت بالزربة كلي عرقان، جسد ديالي كنحس بيه مهلوك، كنت مخلوع. مشيت شربت كاس ديال الماء ورجعت جلست فوق الناموسية وانا كنهج وكنحاول نرد النفس ديالي. انا سمعت التليفون ديالي كيصوني، هزيت التليفون وجاوبت الو. سمعت الشيخ قال لي مراد جيو عندي يا وليدي الفيلا، جيو لعندي الفيلا. قلت لي انا ما غنمشيش معاك لدوك الزيارات اللي كدير سيد الشيخ. قال لي راه ماشي الزياره هذه، راه جلال كاين في السبيطار وحالته خطيره بزاف. قلت لي جلال واخا عطيني وقيتي نلبس ونجيو ما تخافش. قطعت لابيل وما تسولونيش علاش وافقت على هادشي اللي قال، ولكن نقدر نقول لكم وافقت حيت جلال شخصيته حقيقيه عجباتني وكان ظريف بزاف ودخل لي لقلبي. ركبنا في الطوموبيله يلاه بغينا نمشيو للفيلا ديال الشيخ، وعيط لي قال لي وصل عليا السبيطار. تحركنا ديريكت للسبيطار اللي كاين تما، وصلنا دخلنا للريسبسيون لقينا الشيخ سالم كيتسنانا. كان رقم ديال الغرفه 101، مشينا للغرفه ديال جلال. دخل الشيخ سالم هو الاولاني وحنا دخلنا من موراه. جلال كان مغمض عينيه كان ناس. الشيخ قال ليه جلال ها وليدي جلال فيق. جلال بدا كيحل في عينيه وقال الشيخ شكون؟ الشيخ سالم اهلا مرحبا اهلا. شاف فينا وقال لي مراد حسام اش كاين اش واقع؟ قال لي الشيخ ارتاح انت يا دابا، ارتاح وليدي قول لي مالك اش وقع لك؟ جلال قال لي ما خلانيش هذاك. قال لي الشيخ كيفاش ما خلاكش وشكون اللي ما خلاكش؟ قال لي جلال ما خلانيش. قال لي الشيخ سالم قول لي غير سميتو، شنو سميتو يا ولدي؟ جلال هنا سكت، سكت من البكا وعيني كتشوف في الارض. وقال الشيخ سالم هو راك عارفه، الشيخ سالم عارفه سميتو
قال لي الشيخ شنو سميتو؟ قال لي جلال سميتو فارس. قال لي الشيخ اش كتقول فارس؟ هنا دو واحد الصوت من وسط من جلال وقال له فارس البعداوي. الشيخ قال لي اشنو انت؟ هنا جلال شاف الشيخ وتبسم واحد تبسيمة وقال ليه عقل الشيخ سالم، ها 5 سنين هادي، ها الولد الصغير اللي مات بسبابك. انا حسام شفنا في الشيخ وعاودنا شفنا في جلال. جلال قال لينا ايوا مراد ما قال لك هو كاع على هاد الشيء، ما عاودش لكم هاد الشيء. حسام حتى ما قال لك والو. قال لي الشيخ هذاك اللعين سد فمك، هذاك الشيء فات، دوي معايا على دابا، خلي جلال في حاله. قال لي جلال الولد الصغير ديري صغير بقي ما عاش في الدنيا، قتلتي يا الشيخ سالم وبدم بارد، انت اللي ما بغيتيش تصنط الهضره ولا نصيحه الناس كاملين اللي قالوا لك، كلشي قالك خلي الدري الصغير في حاله وانت كملتي كتعالج فيه، ها ودرتي خطيه اللي كبيره وبسبب ديك الخطيه انا كاين هنا. واش انت ما فهمتيش الشيخ سالم؟ خطيئتك كانت كبيره بزاف. قال لي الشيخ خطيتي انايا، يا الخطأ يا الملعون يا المطرود من رحمه الله. قال لي جلال انت اللي تخلقت غير باش تعبد الله، ها وما درتيش هادشي، حسيتي براسك واعر بزاف وبلي قادر تساعد الدري وخا الناس كاملين قالوك بلاش، تغاريتي بزاف، خطيئتك راه من الكبائر الشيخ سالم. قال لي الشيخ سالم خرج من جلال، خلي جلال ما دار لك حتى شي حاجه. قال لي ها داك الصوت اللي خارج من جلال انا غنخليه حيت اللعبه ديالي سالات معاه، ما بقى عندي به حتى شي غرض. قال لي الشيخ سالم خرج منه خلي الجسد ديالو خليه يعيش. قال لي الصوت اللي خارج من جلال غنخرج منه وغنخلي الجسد ديالو ولكن ما غنخليش يعيش. الشيخ سالم عينيه خرجوا من بلاصتهم وعينينا حتى حنا بحالو تصدمنا. جلال هنا الجسد ديالو ماشي كيتلوى، كيتهرس، يدو كدور الجهه الاخرى وكتهرس بالجهد بحال شي واحد كيشد العظام ديال الجسد ديالو كيفرتتهم ليه. وبدا كيضحك جلال بالجهد وكيقول وكان الصوت من جلال كيغوت، صوت كيغوت وصوت كيضحك، كان كيتالم بزاف كيقول لنا عاونوني عاونوني عاونوني، وكيبدا عاوتاني هذاك كيضحك. الشيخ سالم بدا كيقرا بالجهد الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. هو كيقراو جلال كيزيد يطلع ويهبط على الناموسيه اللي متكي عليها وعظامو كيتهرسو، وداك الجهاز اللي جنب راسو ديال السبيطار كان كيدير واحد الصوت اللي انا متاكد شنو هو. راس جلال بدا كيدور في بلاصتو، كان كيشوف فينا وكيغوت وكيتالم العذاب. خرجت انا من داك الشومبر بالزربه، مشيت كنجري دكتور بغيت شي طبيب هنايا. جال عندي واحد الممرض قلت ليه دخلوا الغرفه، مشاو كيجريو كاملين وانا نقول للطبيب جاتو ازمه ديال الصرع قويه بزاف، جسد ديالو تلوى كامل لدرجه اكيد غيكون تهرس. الممرضين بداو كيخرجوا فينا على برا وخرجنا بالصح. الشيخ سالم وجهو كانوا عليه كاع العلامات ديال الخوف والتقلقه والغضب، وقال لنا سيروا الدراري رجعوا للفندق ديالكم انا غنتسنى هنايا. قال لي حسام لا الشيخ حشومه نخليك بوحدك في الظروف، وانا نقول ليه حسام كيدوي بالصح حنا غنتسناو معاك. قال لنا سمعوا هضرتي يا وليداتي، قلت لكم سيروا انا بغيت نبقى بوحدي. شفت انا في الشيخ سالم وكانوا عينيه مركزين في جهه وحده في الارض، عرفت بلي بالصح كيقصد الهضره ديالو. قلت لي اللي ريحك اسيد الشيخ، يلا حسام. خرجنا انا وحسام رجعنا للفندق، دخلت للشومبر ديالي ودماغي بغيت تفرقع من التفكير، كنقول اش هادشي كنشوف، كون غير ما تصنطش لي كبا النهار الاول وجيت لينا. طليت على الساعه اللي في الحيط كانت 6 ديال المغرب العشيه، وهنا التليفون بدا كيصوني. جاوبت قلت الو، سمعت مراد بابا، كان هذا الصوت ديال بابا. قلت لي بابا على سلامتك واش انت بخير؟ قال لي مراد
اعتقني يا ولدي. قلت لي بابا مالك اش واقع ياك لاباس؟ قال لي كيأديوني يا ولدي، كيأديوني يا ولدي، ما بغاوش يخليوني. اعتقني. قلت لي شكون هما اللي كيأديو وكاش وقع؟ قال لي الظلمة، انا كاين في الظلام، ما كاين حتى شي حاجه اخرى من غير الظلام. قلت لي بابا سمعتو قال كان كيغوت وكيتالم، وهنا تقطع الخط. بغيت نصوني ديك النمره مابقاتش طالعه عليا كاع في التليفون، بديت كنتفكر النمره ديال السبيطار. كتبتها وصونيت عليهم. جاوبني واحد السيد قال لي مستشفى السلامه اللي معاك. قلت لي ها نعم سيدي عافاك. الوالد ديالي الله هو معايا بالتليفون وعيط من عندكم، سميتو الحسين الوالي. قال لي الحسين الوالي شنو عنده؟ قلت لي كان في غيبوبه وبان لي بلي رافق اليوم حيت راه عيط ليا. الحمد لله راه يلا دوي معايا. قال لي حسين الوالي شكون كيدوي معايا؟ قلت لي انا ولده مراد الوالي. قال لي استاذ مراد حنا كنحاولوا نعيطوا لك مده هادي في النمره اللي عطيتينا تحد ما كيجاوب. قلت لي راه عطيتكم النمره ديال الدار وانا ما كاينش في الدار، قول لي شنو كاين كيدير الوالد. قال لي استاذ البركه في راسك، الوالد ديالك مات اليوم في الصباح. قلت لي شنو اش كتقول؟ اش كتخربق؟ واش كدوي على شي واحد اخر؟ عطيني المدير ديالك بنتي لي انت مكلخ، بغيت ندوي مع المدير ديالك. قال لي انا مقدر الظروف ديالك استاذ مراد، الوالد ديالك حسين الوالي مات اليوم في الصباح تحديدا مع 9:40 ديال الصباح، حاولنا نصونيو لك والو. قلت لي كيفاش مات؟ راه كنقول لك يلاه دوا معايا في التليفون، راه يلاه دوا معايا دابا، انا سمعت صوتو دويت انا وياه، راه تجاوبنا كاع اش كتقول لي اش التخربيق؟ قال لي انا ما عارفش اسيدي شنو دوزتي في حياتك كل المصائب اللي هبطوا عليك هاد الايام، ولكن اللي غنقول لك انه الوالد راه بصح كاين في المشرحه، جي الا بغيتي تستلم الجود غدا ان شاء الله. باكا فراسك قطع لابيل. بقيت في بلاصتي كنبكي بحال شي دري صغير. با مات؟ كيفاش مات؟ مات الصباح وكيفاش حتى دويت انا وياه في التليفون؟ كيفاش؟ ونط كنزرب للشومبر ديال حسام، حل ليا وقبل ما يدوي قلت لي يلا معايا. هو ما عاودش معايا الهضره ونزل معايا. ركبنا في الطوموبيل الطريق كامله وهو كيحاول يسولني يقول لي شنو واقع وفين غاديين وانا ما كنجاوبوش. قصدنا السبيطار اللي كان فيه جلال. مشينا ديريكت للشومبر اللي كان فيها جلال، لقينا الشيخ جالس تما كيبكي. قلت لي شواقع الشيخ سالم؟ ما جاوبنيش وما تحركش، كان كيبكي وصافي. مشيت طليت في الشومبر بان ليا خاوي فين كان جلال خاوي، لقيت واحد الفيرمليه وسولتها قلت لها شنو وقع لجلال. سمعتها قالت لي البقاء لله، البركه في راسك. سمعت حسام من مورايا قال لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. قلت لها كيفاش حتى مات؟ قالت لي راه جاه نزيف داخلي حاد، ما قدرناش نعتقو درنا كاع الجهد ديالنا وهي تمشي. سمعت الشيخ كيقول انا هو السباب. قلت لي انت درتي اللي عليك وداك الشيء اللي بان لك بلي راه صحيح. قال لي ها هو مات دابا، مات مني الولد الصغير اللي سميتو فارس من امتى ودابا مات جلال. قال لي حسام تكالما سيدي تكالما، ماشي ذنبك هادشي. شيخ سالم هز راسو وهو كيشوف حسام وقال لينا لا ذنبي هذاك الشيطان اللي دوا معايا وقال لي سميت فارس فكرني فيه، كان عنده الحق، هذيك خطيئة درتها من امتى كانت غلط لي كبير. انا تكبرت وما تيقتش النصائح اللي عطاوني باش نبعد من الدري وما نحاولش نعالجو، كنت حاسب لي غنغلب داك الشيطان اللي كان في داك الدري. دابا جلال مات وما غيرجعش عاود تاني. قلت ليه سيد الشيخ انا عارف بلي هادي ماشي وقيت هاد الهضره، ولكن خاصك تعرف انا جيت باش نقول ليك براه مات الشيخ سالم. وبديت كنبكي. سمعت حسام قال لي عمي الحسين مات. الشيخ سالم كان مصدوم، سمع الخبر بقى مصدوم. كنت كنسمع غير البكا ديال حسام حدايا وكيقول لا وكيغوت. هنا الشيخ سالم بدا كيضحك، بدا كيضحك وكيبكي كيبكي ويضحك في نفس الوقت. بدا كيقول كلهم مشاو، ما بقى حتى شي واحد، كلهم مشاو ما بقى حتى شي واحد سالم. الشيخ سالم كان كيضحك ويبكي
كيدوي مع راسو. انا عرفت بلي هذه صدمه عصبيه ما خلاتوش يتحمل. ماتوا جوج من اعز الناس عنده. قلت ليه سمح لي يا سيد الشيخ، ولكن خصني نسافر للمدينه دابا، خصني ندير الاجراءات ديال الدفن من غدا. قال لي سير اوليدي، سير لعند باك سير. قلت لي الله يعاونك، سلم عليه حسام وخرجنا. وعيط لي دارت لعنده، قال لي انت الداخل ديالك نظيف بزاف اوليدي، خصك تحافظ عليها، ماشي معنى انك ما تصدقش هادشي اللي واقع غير يحميك منه، خصك تصدق اولدي. هنا حطيت الدولار راسو وبدا كيبكي. مشينا انا وحسام ركبنا في الطوموبيله باش نرجعوا للمدينه. في الطريق سمعت حسام قال لي واش انت شايف اش واقع مراد؟ ما لاحظتيش بلي من نهار عرفتك ما عمري ما شديت معاك الضد ولا تعكست معاك في شيء حاجه بغيتيها ولا فكرتي فيها؟ ما عمري قلت لك هذه صحيحه وهذه غلط، ديما كنخليك تفكر كيف ما انت بغيتي. قلت لي شنو بغيتي تقول يا حسام؟ قال لي بغيت نقول اول مره انك غلط. غلط صاحبي. قلت ليه فاش غلط؟ قال لي غلط في انك مكذب كاع هادشي اللي كيوقع وشفتي بعينيك ومن بعد الحقيقه. قلت لي شنو هي الحقيقه؟ قال لي الحقيقه هي انه كاين الله وكاين حساب وكاينين جنون وكاينين شياطين، هادشي كله كاين، كاينين ملائكه، كاينين بزاف ديال الحوايج. الكبرياء ديالك يخليك رافض الفكره بحال التعميت يا صاحبي. قلت لي حسام، حسام من الاحسن كيف ما قلتي بلا ما تدخل فيا، ما كندخلش فيك بلا ما ندوي في هذا الشيء، مش هذه وقيته. قال لي واخا واخا، ولكن تصنت الهضره ديال الشيخ كيف ما قال لك، تيق ولا ما تيقش هذا الشيء ما غيفرق في والو. قلت لي الشيخ كان عيان وفي صدمه عصبيه، ما تاخذش في كلامه. قال لي على ما بالي انت اللي في صدمه عصبيه، فيق شويه فيق. قلت لي اه انا في صدمه، راه با هذا اللي مات، راه با هو اللي عندي، هو اللي عندي. وصلنا للمدينة وبعد ستة ديال السوايع من سير واجي هنا وسير واجي هنا، كملنا دوك الإجراءات ديال شهادة الوفاة وحتى الإجراءات ديال الدفن. صلينا على با صلاة الجنازة ودموعنا غرقات داك القنت. مشينا في الجنازة وأنا الوقت كامل مني عرفت الخبر ما متيقوش، بحال كاين شي حاجة غلط، بحال هذا اللي مات ماشي باو، غيكون شي حد خور اللي مات، ما متيقش. وصلنا للمقبرة ما تيقتش منين كانوا كيحيدوا الجثة ديال با من النعش وكيحطوها في الحفرة وكيسدوا عليه. هنا سمعت الصوت ديال الشيخ سالم من مورانا كيبكي وكيعيط بسميت الوالد، كيقول حسين ها حسين. كان باين عليه بلي عيان بزاف وعيني حمرين، كان كيتحرك بواحد البطء اللي كبير وكيشوف في الحفرة، كيقول حسين حسين خويا خليتيني اخويا، خليتيني اخويا قبل ما نودعك. الشيخ سالم سكت من البكاء، فجاه وقف. كنا وقفنا بعد ما سدوا الحفره مزيان، وحنا واقفين شفت الشيخ سالم كيشوف قدامه في واحد البلاصه بحال كيشوف شي فراغ سارح وساهي وكيقول شي كلام في شكال. سمعت منه كيقول سلام في ساعتي تو عتاد ويجلتو، كان كيتمتم بشي كلام في شكل، ما كانش كيقرا الفاتحه معانا. منين سالينا وقلنا امين الشيخ سالم سكت وما دواش. تمينا غادي في حالنا لجهه الطوموبيله، قبل ما يوصل الطوموبيله واحد الدري صغير وقف حداه، واحد من الدراري اللي كانوا في المقبره، شد للشيخ في الفوقيه ديالو وقال ليه سيد الشيخ واخا دير ليا رقيه. الشيخ كان معروف عند الناس كاملين في البلاد. الشيخ سالم هنا وقف شاف الدري الصغير تبسم ليه ومد يدو لجيتو ويبدا يضحك. ايه وليدي يا الزوين سلم لي على امك هو يصرفقو. الدري بدا كيبكي، الشيخ سالم صرفق الدري بالجهد، الدري طاح وكيبكي. الناس اللي تما تجمعو وبداو كيدورو في الشيخ، والشيخ قام مسوق ليهم غير ساكت ما كيدويش. جرني انا وحسام جهه الطوموبيله، وقفنا حداها وقال لي اخر طلب غادي نطلب منك اوليدي اموراد، بغيتك توصلني ردوني للدوار، انا مبقيت عارف ما ندير. قلت ليه اه ما نقدروش نخليك، حنا غنرجعو معاك. خليت الطوموبيله ديالنا في بلاصه تما في باركينغ
وكبنا في الطوموبيل ديال الشيخ سالم ورجعنا للدوار. وصلنا حتى الفيلا واستقبلته مارتو. قبل ما نعطيه السوار ديال الطوموبيل قلت ليها راني محتاج الطوموبيله ديالك لواحد الغراض حتى نسالي ونجيبها لك. الزيد دوزها ما قال لي راه موافق ودخل هو ومراته. ركبنا وتحركنا في الطوموبيل. قال لي يا حسام فين غادي نمرض؟ حنا راه ما ناعسينش من البارح وعيانين بزاف. قلت لي غنمشيو للفندق هو الاولاني. مشينا للفندق فعلا حطينا الطوموبيله وطلعنا. حسام دخل البيت ديالو وانا بقيت مضارب معاه البيت باش يتحل حيت الساروت شويه معكس. حليت الباب ودخلت سديت الباب من مورايا وقبل ما نشعل الضوء سمعت شي صوت في شكال صوت ديال خطاوي بشويه. كنت باقي ما تلفتش من جهه الباب والصوت كاين من مورايا. حطيت يدي على الضوء وشعلته وتلفت بشويه. انا شايف قدامي بغل كحل وكبير، عيني حمرين ومشي بالحجم الطبيعي ديال البغل. كان كبير بزاف كيشوف فيا. كان كيقرب ليا بخطاوي بطيئين. الدم تجمد فيا. كان كيتسمع الصوت ديال دوك الحوافر ديالو. كنت واقف في بلاصيون بلوكي ما كنتحركش وداك البغل كيقرب ليا كتر وكتر. حتى بديت كنحس بالنفس ديالو على وجهي. كان سخون، عيني بجوجهم حمرين وكيشوفوا فيا. كنت كنتسنى في اللحظه اللي غنموت فيها. وانا نسمع الدقان في الباب تلفت بتلقائيه لجهه الباب. حليت الباب بالزربه لقيت حسام. قال لي انا راه جمعت الشومبر ديالي. قلت لي عندنا شي غراض ياك؟ قلت لي حسام واش انت شايف داك اللي واقف من مورايا؟ قال لي اش واقف من موراك؟ تسنى. دخل حسام الشومبر يلا بغيت نجرو ولكن دخل. دخلت حتى انا ما بان ليا والو، ما كاين لا بغل لا الصوت ديالو لا حتى شي حاجه. قال لي حسام اش كتقول يا ولدي؟ واش شي فار ولا شي حاجه؟ قلت لي حسام حنا كاين واحد البلاصه خصنا نمشيو لها دابا يلا. نزلنا وركبنا في الطوموبيل ديال الشيخ سالم وتحركنا. قال لي حسام فين غادين؟ قلت لي غادين للدار ديال داك الولد الصغير اللي سميتو زين. قال لي حسام علاش؟ ياك الحكايه صافي سالت. تلفت لعندو وانا سايك. قلت لي حتى حكايه ما سالت. وصلنا للدار ديال زين الدري الصغير. دقينا سمعتها قالت شكون؟ قلت لها مراد وحسام الدراري اللي جاوا مع الشيخ. وقلت لها راه الشيخ مصيفطنا باش نسولو على شي حاجه. حلت لينا وقالت لنا دخلوا. دخلنا وقلت لها عافاك لما جيبي زين. جابت زين لعندي. قلت لها الشيخ سالم كيسولك شنو كان قال لك زين نهار دوالك في ودنك داك النهار؟ وقلت ليه راه ما غيموت حد. بقات كتشوف فيا وساكته. قلت لها ريقولي عاونينا راه هذا الموضوع مهم بزاف. اش قال لك ولدك؟ قالت لي قال لي بلي باك غيموت. شفت في حسام حتى هو شاف فيا وعاود شفت في زين. قلت ليها با اللي قال لك غيموت راه مات البارح. قالت لي لا حول ولا قوه الا بالله، الباك في راسك يا ولدي. قلت لها الله يعاونك لالا. خرج انا وحسام من الدار كبنا في الطوموبيله. قال لي حسام شو واقع؟ اش قالت هاد السيده؟ مراد فهمني. قلت ليه الولد ديك النهار قال لي افود نهاب اللي باغي يموت وداكشي اللي قال هو اللي وقع دابا وماشي غير هادشي اللي كاين. البغل الكحل اللي زين قال الشيخ بلي راه شافو انا شفتو ماشي في حلمه، شفتو بالصح في الشومبر ديالي في الفندق. قال لي حسام شفتيه؟ وقع داكشي اللي قال الشيخ بالضبط وداك البغل جاي ليك انت. قلت ليه نمشيو عند الشيخ سالم نقولوا ليه كلشي كاع اللي واقع هو اللي غيفكنا. وصلنا للفيلا ديال الشيخ سالم وقبل ما ندق في الباب الباب تحل. خارجه مرات الشيخ سالم وشاده بنتها في يديها وهزها شنطه عامره بالحوايج. قلت ليها اش واقع لالا؟ قالت لي الشيخ سالم راه شويه حماق، الهضره اللي كيقولها راه خايبه وانا مابقيتش قادره نصبر. دخلوا دويو معاه نتوما، السيد راه واقيلا مرض. انا غادي لدارنا، راه ما كيدوي معايا ما مع بنته، ولا قربنا ليه كيخسر الهضره. ودابا راه جرى علينا. ما شدنا ما والو جرى علينا. دخلوا دويو معاه نتوما وشوفوا ماله.
انا غنمشي لدار عائلتي تنشوف شنو كاين. قلت له واخا ما تخافيش حنا غندخلوا عنده نشوفوا شنو كاين، غير سيري ترتاحي يا لالا. مشات السيده ودخلنا للفيلا انا وحسام وسدينا الباب من مورانا. دخلنا للصالون هو الاولاني، الشيخ سالم ما كانش تما، قلت غيكون في البيرو ديالو، ولكن ما كانش في البيرو ديالو. عيطت عليه بصوت عالي، الشيخ سالم واش الشيخ سالم؟ سمعتو قال لي انا الفوق اوليدي طلعوا لعندي. طلعت انا وحسام بخطوات اللي بطيئه وساكتين، لقينا باب ديال لي شومبر اللي تما مردود، مشينا دفعناه دخلنا. الشيخ سالم لقيته جالس في واحد الكرسي حاط رجل على رجل وكيقرا في واحد الكتاب. سمعتو قال لنا هذا الكتاب زوين بزاف، كيدوي على البشريه والبدايه ديالها والتطور ديالها. انا قريت الكتاب كامل من الاول حتى الاخر ديالو، ولي لاحظت ان البشر هما ما تبدلوش، في البدايه ديالهم كل خين وفي النهايه ديالهم كل خين. قلت لي الشيخ سالم، قال لي الشيخ سالم مشى وما غيرجعش. قلت لي واش الشيخ سالم؟ قال لي راه قلت لك مشى وما غيرجعش. قال لي حسام الشيخ سالم يلا غتمشي معانا وغتولي بخير. قال لي الشيخ سالم حسام منور اوليدي منور. حسام هنا جارني واحد شويه لعندو وقال لي هذا راه مستحيل يكون الشيخ سالم، هذا راه واحد اخر. قلت ليه يمكن الصدمه تكون اثرت عليه لهالدرجه. قال لي حسام اش من صدمه انتايا، اش من صدمه، فيق صافي توقد، خاصك تعرف شنو هادشي اللي كنتعاملوا معاه. هنا الشيخ نطق وقال لحسام وحسام قول لي مني كنتي صغير هذاك صاحبك اللي كنتي كتعرفه وانت صغير وكان مات داز عليه التران ياك؟ اه راني فايت فكرتك في هادشي ودابا غنعاود ناكد ليك. قول لي علاش ما اعتقتيش مني كان بيدخل فيه التران؟ اه حسام هنا تعصب بزاف. قلت لي انا تكالمه. قال لي الشيخ سالم علاش ما جريتيش اعتقتي كانت رجلو واحله في السكه ديال التران وكان في امكانك تعتقها؟ جري يا حسام علاش ما جريتيش؟ انت السبب في الموت ديالو. يلا راه صاحبك حمزه مات في التران وما اعتقتيش، كان كيغوت باش تعتقو، انت اش درتي؟ جريتي يا جريتي، ولكن جريتي في الجهه المعاكسه وخليتيه. حسام تعصب ومشى كيجري لجهه الشيخ سالم، شديته انا غير بزز. قلت لي تكالمه بشويه عليك. قال لي الشيخ هكا انت داير عمرك كامل يا حسام. انت غير تابع، تابع انتايا اللي تصاحبتي معاه تكون التابع ديالو، وغتموت ديما غتبقى تابع وما عندكش قيمه، ما عمرك تكون قائد. هنا تعصبت وشفت الشيخ سالم واحد شوفه خايبه. قال لي ايه ما عجبكش اللي قلت لصاحبك؟ ها مازال غنجي لك نتايا يا المشكاك. اي 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 باك مات بوحدو في الظلمه ما لقيت حتى شي واحد يبقى معاه ويعتقو هو كيدير اخر نفس. قلت لي ما تجبدش با على فمك. قال لي علاش ما نجبدوش على فمي؟ ها راه كلهم عندي دابا في الظلام، باك وجلال والشيخ سالم وقريب حتى انت غتدخل معاهم. قلت ليه هما عندك فين؟ فين؟ قال لي لتحت، كيني عندي لتحت، تحت تحت لتحت في الجحيم في جهنم. ونزيدك الولد اللي مات من هذه 5 سنين اللي سميتو فارس مات على يدين الشيخ، انا اللي قتلته وخديت الروح ديالو. كان كيبتسم واحد الابتسامه اللي خايبه، بدا كيقول شي حوايج ولكن بواحد الصوت غليظ، شويه بدا كيدوي بالصوت ديال با. قال داكشي اللي كنسمع من با في كل حلمه، قال غتخليني غتخليني يا حبيبتي، داكشي كان كيقول الام ديالي فاش كان كيغسل فيها وكيشوف فيا وكيغمس فيا. قال لي حسام شيخ سالم انا عارفك باللي باقي كاين تما، قاومو. قال لي داك الصوت راه قلت لك ما كاينش، توضر راه مشى. قال لي حسام لا اللي بحال الشيخ سالم صعيب انك تسيطر عليه، ويلا شديتي كاع ما غيستسلمش ليك. الشيخ سالم انا عارفك كتسمعني، ما تخليوش يتحكم فيك، قاوموا بزاف. قال لي داك الصوت ما قلت لكمش راكم مكلخين، البشر مكلخين. حسام قال لي
هذا راه كيعاير لك في صاحبك حسين اللي مات، وكيعاير في جلال صاحبك وفي الولد الصغير. قال لي داك الصوت ما عمركم تعلموا مكلخين، ما عمركم تعلموا كاع. قال لي حسام هانت الشيخ سالم سمعتي، هو اللي قتل فارس الدري الصغير، ماشي انت السبب في القتل ديالو، قاومو راه هذا اللي قتلو. قال لي داك الصوت ها ولدي راه قلت لك ما غيسمعكش. كان الشيخ سالم جالس في بلاصتو وعيني كيشوفوا فينا، واحد القطار دي دي بجوج اللور، اللور بزاف بحال غيهرسهم، وبدا كيحرك في راسو كيشوف الفوق، وسمعنا الصوت ديال الشيخ سالم كيقول ها سيدي ربي عاوني. صوت الشيخ سالم خرج عاوتاني كان كيقول ها ربي عاوني ساعدني يا سيدي ربي، يا سيدي ربي عاوني. شويه ويسكت الشيخ سالم وبدا كيشوف في جنابه ويقول لنا مراد حسام. قال لي حسام الشيخ سالم على سلامتك. قال لي الشيخ سالم ما كاينش الوقت، هو غيرجع عاوتاني، ربطوني ربطوني بالزربه ربطوني مزيان. كان جالس فوق الكرسي وحط يدي على اليدين ديال الكرسي وقال لنا حلوا داك المجار اللي من موراكم، جبدوا القنانب وربطوني مزيان، ربطوني من يدي ورجلي الولاد. ودرنا داكشي اللي قال بالضبط، ربطناه وقال لنا يلا هربوا هربوا وليداتي هربوا، وبدا كيغوت بالجهد. حسام بدا كيقرا في القران، كيقرا القران بالجهد، والشيخ سالم كيغوت والوجه ديالو ولا احمر احمر بزاف، والعروقه ديال وجهه كلهم بانوا. حسام ما سكتش من القران بالجهد حتى هو، بدا كيقول لي الشيخ سالم سكت سكت. الباب ديال البيت اللي كنا فيه تحل وتخبط بالجهد، وسمعنا من مور الباب الصوت ديال بحال الصوت ديال الحمار، شويه سمعنا الصوت ديال الزائر ديال الاسد بحال شي سبع كيغوت كيتالم، وداك الباب كيتسد وكيتحل بالجهد بحال شي زلزال صغير ولكن مطول. وبدا الشيخ كيغوت بواحد الصوت كيخلع، وفك ايديه بجوج في دقه واحده، وقف ولاح الكرسي هرسو، فك رجليه كاملين، مشى بالزربه لجهه حسام شدو من عنقه. مشيت كنجري انا لجهه الشيخ باش نشدو ويضربني برجلو لاحني حتى تخبط مع الحيط وطحت. وقال حسام واش كيحسب لك القران غينفعك، راه انا اللي كاين دابا. هز حسام بيد وحده من عنقه وبدا كيقج فيه بالجهد، قاومت راسي وقفت، هزيت الكرسي اللي في الارض وضربت بكاع جهدي على الدار ديال الشيخ سالم، تشخشخ داك الكرسي كامل، والشيخ ما تحركش كاع من بلاصتو، دور وجهه بدا كيشوف فيا وباقي كيقج في حسام. حسام عيا ما بقاش كيقاوم، جسد ديالو ما بقاش قد يتحرك، وغمض عينيه. بديت انا كنقرا في القران، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنا هو يشوف فيا الشيخ سالم وقال لي انت غامشكاكا كتقرا القران. كملت انا مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. سمعته قال لي كافر. قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. هنا بدا كيقرب ليا، كملت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وانا نسمعه قال امين. تبسم وشاف فيا، شدني من عنقي ولصقني مع الحيط وقال لي واش كيحسب لك انا خايف منك الباروش يا الضعيف، انت ما قديتش حتى توقف في الوجه ديال باك ملي خدمك كيف ما هو بغى، فاش خدمتي معاه في تغسيل الاموات انت ما حاملش داك الشيء، انت غا خواف ما اختارتي شي حاجه في حياتك، انت غي عالف هاد الحياه. وبدا كيكحب وقال لي الشك والكفر اللي انت فيه ما عمرو نفعك وما عمرو غينفعك، وحتى الايمان ما غينفعكش انت غتموت. كنت كنحس انا بروحي كتخرج مني، وعيني بجوج كيتقلبوا للفوق. وقال لي من اول مره ما حطيتي رجلك في الدار ديال الشيخ سالم وانت كتقرب ليا، نهار على نهار كتقرب ليا، وشفتيني وعارف شنو نقدر ندير، ها اي حاجه بغيتها كنديرها. ودابا مراد دابا انت مآمن بيا ياك؟ بديت كنشوف الشريط ديال حياتي كامل، كاع اللقطات ديال حياتي من قدام عينيا، شفت جلال ومود داك الولد الصغير وولدها، وداك الحنش اللي خارج الشيخ من المخده، شفت العلامات ديال الحوافر اللي كانوا على الجسد ديال الدري الصغير زين، وشفت البغل الكحل الطويل. سمعت الشيخ سالم قال لي قول بلي امنتي بيا. قلت ليه انا مآمن بيك مآمن بيك. قال لي ومصدق في القوه ديالي والسلطان ديالي. قلت لي اه متيق متيق بلي انت كاين. قال لي
قلت لهم تيق حتى أن الله كين وهو اللي غيحيدك ويقضي عليك. حسيت بحال روحي رجعت ليا، حليت عيني وبديت كنشوف وبديت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله وعبده. الشيخ سالم بدا كيطلق مني وعيني بحال بيخرجوا لي من بلاصتهم، وأنا نقول له شكرا لك بسببك تأكدت بلي الله كاين. سمعتو كيقول غنقتلو غنقتلك حتى أنت. قلت ليه بسم الله الرحمن الرحيم، والصفات صفة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى. قال لي ما غنخليكش، ما عمري غنخليك مراد. بقيت كنقول بحق اسم الله وبحق كل اسم من اسماء الله، قل لي شنو سميتك الملعون. قال لي ما غنقول ليكش. بقيت كنقرا وهو كيغوت ما بغاش يسكت. بديت كنقرا في اي سوره في القران عاقل عليها، وبديت كنقول ليه بسم الله تعالى وبحق الله العظيم، قل لي سميتك. قال لي قلت لي اقسمت عليك باسم الله ان تقول اسمك، قل سميتك. سمعته قال ظهار. هنا الشيخ سالم وجهه بدا كيرجع طبيعي، داكشي كامل بدا كيختفي منه وحده بوحده. قلت ليه ظهار اقسم عليك باسم الله وحقه ان تترك ذلك الجسد، واقسم عليك بالله ان تترك هذا الجسد، اقسم عليك بالله ان تترك هذا الجسد يا ظهار للابد. الشيخ سالم جسد ديالو تهز في السماء وقرب وجهه لوجهي، وسمعته قال لي ما غنخليكش، وترمل الجسد ديالو على ظهره في الارض. تنفست انا شويه ومشيت لعند الشيخ كنجري، بديت كنقلب فيه. هنا سمعت صوت ديال الحركه من مورايا، تلفت بان لي حسام. قال لي حسام اش كدير مراد ما تقربش منه. وحنا نسمعوا الصوت ديال الشيخ سالم، قال ليه علاش مالي مريض بالجربه. حسام بدا كيضحك، قال لي الشيخ سالم الشيخ سالم وشاف فيا. قال لي كيضحك الشيخ سالم رجع. قال لي الشيخ سالم ايه رجعت، الفضل كامل من بعد الله ليكم بجوجكم وطبعا المراد بزاف. وتبسم الشيخ سالم في وجهي، بقينا معاه حتى ارتاح، ومشى جاب مراته من دارها وقلت ليه بلي صافي خصنا نمشيو. قال لي واش مصير بزاف باش نمشيو، ما عجبكمش الفندق ديالي نديكم الاحسن فندق، غير بقاو معايا نشد لكم حتى دار هنا ولا فيلا. قلت لي الله يخليك لينا الشيخ سالم، انا ما غنساش هاد الفتره حياتي كامله، واكيد غتلقانا ديما نجيو نطلعوا عليكم نتغداو معاك. قال لي الدار داركم وقت ما بغيتو تجيو جيو. قال لي حسام غنتوحشوك السيد الشيخ. قال لي الشيخ اجي عنقني يا وليدي اجي. ومشى حسام بالزربه عنق الشيخ، وحرك الشيخ يدو باش نجي حتى انا نعنقو، وعنقناه فعلا. وقال لينا ما خيبتوش ظني فيكم الوليدات، ما عارفش من غيركم شنو كنت غندير، نتوما بصح ولادي اللي ما ولدتش. وقلت للشيخ انا وانا في هاد المده اللي جلسنا معاك عرفت علاش با كان كيعتبرك كثر من خوتو. قال لي اش ناوي دير اوليدي؟ قلت ليه نكمل قرايتي وغادي نقرا الدين والشريعه. الرحله ديالي معاك عرفتني بلي انا ما عارف والو، باقي كاينين بزاف الحوايج خصني نعرفهم. قال لي مازال غتعرف كل شيء، حنا دابا ماشي بحال زمان، دابا المعلومات سهل انك توصل ليها. قلت لي غنتوحشك بصح. قال لي ردوا البال لغيوسكم وربي ديما معاكم، الله يحميكم ويحرسكم من كل الشر فوق هاد الارض هادي، الا احتاجيتوا لاي حاجه فعيطوا ليا ولا جيو لعندي، الدار داركم. يلا وليداتي سيرو الله يحفظكم. يلا شيخ سالم بانت لي دمعه كتنزل من عينيه، سلمنا عليه وكبنا باش نرجعوا في حالنا للمدينه. حسام كان كيتكيف وكيقول تبدلتي بزاف اصحابي، تبدلتي بزاف مني وليتي معنا تبدلتي. قلت لي كيفاش وليت معاكم؟ شكون نتوما؟ قال لي المؤمنين. قلت لي هضرتك كاع ما كتجي مع داك الكارو اللي شاد في يدك. دازوا ليام وليام، في واحد النهار كنت جالس في القهوه عادي، تقهويت هزيت عيني للشارع الاخر كنت ساهي، حد اللقطه وانا نشوف كانت شي 9 ديال الليل، اللي بغى الكحل واقف واحد القنت بوحدو كيشوف فيا ديريكت، كيشوف كيتسنى فيا. وقيلة اصدقائي تجربتنا سالات شويه ديال الرعب، القصه مترجمه من عند واحد الصديق اللي تشاورنا معاه، طبعا حنا
نهزو شي حاجه غير هكاك. نتمنى تكون في المستوى ديالكم وعجباتكم وحبكم في الله. بارطاجيو جمجمو حيت عذباتني هاد القصه بزاف. يلا احبكم في الله، دمتم سالمين. اديوس اميغوس.